محمد بن عبد الملك ابن طفيل الأندلسي، وهو فيلسوف وفيزيائي، إضافة إلى اهتمامه بالعديد من صنوف العلم والمعرفة. ولد ابن طفيل سنة 500 للهجرة في وادي آشي على بعد 55 كيلومترا عن قرطبة. تعلم ابن طفيل الطب في غرناطة، وبسبب غزارة علمه اتخذه حاكم الأندلس يوسف الموحدي وزيرا لحكمه، كما جعله مستشاره الطبي الخاص. رغم اهتمامه بالطب، إلا أن عقله انشغل عن الأمور الطبية لينحى نحو الأمور الفكرية والفلسفية. لم يصل إلى أيدي الباحثين من مؤلفات ابن طفيل سوى كتاب واحد، هو كتابه الفلسفي المشهور حي بن يقضان. تتحدث قصة حي بن يقضان عن طفل ينمو وحيدا في إحدى جزر الهند الاستوائية دون رعاية إلا من ظبية دأبت على إرضاعه منذ صغره وإلى أن أصبح يمشي على قدميه. يستعين ابن طفيل بقصته حي بن يقضان كي يثبت فكرة أن الإنسان الفرد قادر على اكتشاف الوقائع العلمية والدينية من تلقاء نفسه، حيث يتحدث ابن طفيل من خلال قصته عن الكون واتساعه اللامتناهي بمنسوب حيز العقل البشري وإدراكه. ومن خلال قصته يطرح ابن طفيل رأيه في المعرفة، فيرى أنها تنقسم إلى قسمين: المعرفة الحدسية، وهي حال أكثر منها معرفة وبواسطتها تتكشف الأمور للنفس بوضوح زائد، والمعرفة النظرية، وهي ما ينتهي إليه العقل عن طريق القياس والبرهان والبحث الفكري. وملخص فكر ابن طفيل أن الفيلسوف يتوصل إلى إدراك الحقائق العلمية والدينية بعقله وحدسه، أما العامة من الناس فهي بحاجة إلى أن يرتقى بها إلى هذه المبادئ العالية عن طريق الحس والخيال. ترجمت قصة حي بن يقضان لأول مرة إلى الإنجليزية عام 1708، وقد استفاد من فكرته العديد من فلاسفة أوروبا. أما من الناحية الفنية، فقد قلدت ذات القصة من قبل دانييل دوفو في قصته روبنسون كروزو. توفي ابن طفيل عام 581 للهجرة في مراكش.